الموجز الرابع من يو تي في، أهلا بكم. انتهت حصيلة الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة الناصرية باستشهاد متظاهرين اثنين وجرح نحو 20 آخرين، بينهم منتسبون في القوات الأمنية. مراسل يو تي في في الناصرية أفاد بأن أحداث تقاطع البهو بدأت بتظاهرات لعشرات الجرحى التشرينيين، موضحا أنهم طالبوا بحسم ملفاتهم وتخصيص قطع أراضي لهم والتكفل بعلاجهم وصرف التعويضات. هذا وتشهد مدينة الناصرية هدوءا حذرا بعد أحداث الأمس. وشيع محتجون غاضبون جثماني الشهيدين في وقت متأخر من ليلة أمس بأجواء خيم عليها الحزن. وخلال برنامج الحق يقال، قال الناشط حسن هادي إن ما حصل في الناصرية هو حلقة جديدة من حلقات القمع، وأن المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة بحقهم تم قمعهم بالرصاص الحي والدخان المسيل للدموع بحسب قوله. استخدم السلاح الخفيف والسلاح المتوسط بحق هؤلاء المتظاهرين، وقد أخذنا عينة من هذه الرصاصات التي أطلقت بحق المتظاهرين السلميين عراة الصدور الذين لم يحملوا سوى هم الوطن والعلم الوطني. انظر أستاذ إلى هذه الإطلاقة التي لا تستخدم سوى بالحروب، هذه الإطلاقة استخدمت اليوم ضد المتظاهرين السلميين وسط صمت مدقع من قبل منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني. نعم أستاذ، ما تلاحظونه اليوم هو إطلاق رصاص كثيف واستخدام قنابل مسيلة للدموع بشكل مكثف بحق هؤلاء المتظاهرين السلميين كما ترون. هذا وأعلنت الحكومة المحلية في ذي قار تعطيل الدوام الرسمي لهذا اليوم حدادا على أرواح الشهداء الذين وقعوا باحتجاجات تقاطع البهو في الناصرية. وفي بيان للمكتب الإعلامي للمحافظ محمد الغزي، توعد بمحاسبة عسيرة للجهة التي أطلقت النار أثناء الاحتجاج بعد انتهاء التحقيق، موضحا أن النتائج ستعلن خلال 48 ساعة. أكد رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني أهمية تعزيز التعاون بين العراق وبرامج صندوق النقد الدولي التنموية، وأفاد بيان حكومي بأن السوداني استقبل وفد صندوق الدولي برئاسة الممثل المقيم للصندوق في العراق غازي شبيكات لبحث دعم منهج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة. وفيما أشار رئيس الوزراء إلى ضرورة التعاون في مجال إصلاح النظام المصرفي العراقي وتطويره، شدد على إسناد جهود العراق في مكافحة الفساد. أعلنت مديرية الدفاع المدني استنفار فرقها لإخماد حريق اندلع داخل مخزن للمواد الغذائية في كربلاء. مديرية الدفاع وفي بيان أشارت إلى أن الحريق اندلع داخل مخزن للمواد الغذائية وثلاثة فنادق مجاورة لموقع الحادث في شارع العلقمي وسط المدينة القديمة. وفيما أكد مراسلنا أن الحريق لم يسفر عن أضرار بشرية، أشار إلى رصد أضرار مادية كبيرة لحقت بالمخزن وعدد من الفنادق المجاورة. ختام الموجز، شكرا لطيب المتابعة.